انا هذا اللبخ يختلف عن هذا اللبخ، هذا اللبخ ايد هذا اللبخ مالد، واحنا عندنا معلومه المكان مقصود. فاتصلنا يا بعدنا لقينا باب قالوا افتحوه، جبنا قلم وشاكوش دقينا طلع هذا شو طلعت مو باب، ارض سامرة عباره عن صخر، عباره عن صب، طلع مو باب. جبنا قلنا يجوز مسوي له محراب مال صلاه، جبنا البوصله ثبتناها طلعت القبله ذي يعني مو محراب مال صلاه، قلنا خلي نرفع ننظف به، واذا بركه الامام الهادي ننظف به، واذا احد الفرشيات تسقط بهذا الجب. اتصلنا يابا طلع عندنا سردار قالوا حفروه، جت لجنه هنا حفرناه طلع جب العمق ماله متر و90 سنتيم عند الشهيد المحلات والامام مزون في كذا مواصفات والحفره ما انتهى الشكل. هنا حضروا لنا مؤرخين، حضروا لنا اثريين، حضروا لنا كذا، اثبتوا لنا هذا سجن الامام. احد الاخوان المؤرخين جزاء الله الف خير مع جل احترامات لكل اللي حضروا، تاريخه كان جدا قوي. فسالناه عدة أسئلة، قال سبب سؤالكم أنتم ما مأمنين؟ قلنا لا بالله مأمنين. قال لعد ليش تسألوا؟ قلنا لحتى من نريد نشرح الزائر يجينا وينشر على الفيسبوك وينشر كذا، نشرح مطمئنين، ماكو واحد يعلق لنا هاي كيت وكيت، نشرح واثقين من أنفسنا، هاي نقطة. النقطة الثانية ما نريد نتحمل دمع الزائر في غير مكان ونتحمل ذمته. قال راح أسولف لكم سالفة موجودة عند كل المسلمين. يقول في يوم من الايام جاءت امراه للمتوكل تدعي نفسها انها زينب ابنه علي بن ابي طالب عليه السلام. والمتوكل قال عم زينب توفت قبل تاريخ كذا وكذا قبل 250 سنه. قالت لا انا كنت متخفيه، جدي رسول الله مسح على شعري اتجدد كل 40 سنه. الزمتها الحجه، جمع العباسيين هم يدعون انفسهم ساده، جمعهم ما قدروا يلزمون الحجة. قال إذا ما تلزمون الحجة عليها أعلن للملأ أنها زينب بنت علي بن أبي طالب. قال له عليك بابا الحسن. أجوا للإمام الهادي مسجون هنا، قالوا له هاي امرأة تدعي نفسها أنها زينب بنت علي بن أبي طالب. قال هي تكذب، عمتي زينب توفت بفلان تاريخ وقبرها بفلان مكان. قالوا له شنو دليلك تكذب؟ قالهم دليلي نحن آل بيت محمد، لحومنا محرمة على السباع، ذبوها للاسود، اذا ما اكلتها زينب واذا اكلتها مو زينب. بركه الاسود تبعد عن هذا المكان 150 متر، هسه ان شاء الله تشوفونها. الاسود هاي يستخدمونها كوسيله اعدام. نعم. اللي بالبركه موجود قيل 8 اسود وقيل 6 اسود وقيل 9 اسود، الروايات تختلف. يجوعونها 3 ايام او 7 ايام بحيث انه يذبون انسان لها تلتهمه. فهنا الامراه احتجت على الامام الهادي، قالت له انه الامام الهادي يريد يتخلص من عندي. قالها لا، بل شكو انسان ينسب الى فاطمه فليعرض نفسه على الاسود. انه حتى العباسيين فلتوا لان مقبرهم يقولون ايش احنا الساده. قال شكو انسان ينسب الى فاطمه فليعرض نفسه على الاسود. هنا المتوكل استغلها على الامام. قال انت مؤكد بالرسول الله ذبك انت الاسود؟ ذبوا للاسود، واذا الاسود تحتضن الامام وتقبل الامام وتقدس الامام. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا انقلبت الموازين على المتوكل، انه بالرسول الله حيوانات مفترسه تحترمه والعنف على كذا وكذا بي، رادوا يطلعونه. حتى الوزير ماله قال انت قلبت الناس اله، راد يطلعونه قبل لا يطلعونه. احد الاسود تعلق بالامام سلام الله عليه. الامام طأطأ راسه قام يتكلم مع هذا الاسد، خلص حديث من عندنا نحاه على صفحه صاحب الباقات ايضا قام يتكلم وياهم. بعدين اخرجوا قالوا له انت مؤكد برسول الله ما تاكل كل الاسود؟ بس عم كم تسولف وياهم؟ قالهم الاسد الاولاني هو اكبر الاسود عمر. يقول يا ابو رسول الله هاي الاسود اللي وياي شباب يذبون الاكل ياكلون الاكل ويطردوني، يا اما تخرجني وياك يحولون لغير مكان، يا اما توصيهم لا ياكلون الاكل بعد. يقولون فاوصيت الاسود بعد ما تاكل حتى ياكل هذا الاسد الكبير ويشبع يا الله. هنا قالوا له خلينا نجرب ان كنت كاذب ام صادق، حشى الامام من الكذب. شالوا الاكل ذبوا للاسود، واذا الاسود الشباب تقف متنحيه على صفحه الى ان اكل هذا الاسد الكبير وشبع، يلا اكلت الاسود الباقي. هنا المراه احترفت للامام الهادي انها فلانه بنت فلان وتستخدم اسم زينب لغرض جمع المال، واستشفعت بالامام الهادي وعفوها من الاسود، وان شاء الله الكل والجميع في شفاعه الامام الهادي والله يتقبل من عزمه. هذا المكان اللي مسجون بالامام الهادي، وهذا قبر كتهديد، هذا سجنك وهذا قبرك، وهذا المكان بفتح